السلام عليكم أعزائي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بداية هذه الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله سأشارك معكم آخر أخبار محترفين وآخر أخبار المنتخب الوطني الجزائري والكوتش جمال بلماضي. هذا ما سنتعرف عليه، فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة ودفع زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. طبعا أعزائي الكرام، أبدأ لكم بالخبر الأول الذي يتعلق بتصريحات حفيظ الدراجي معلق قناة بي إن سبورت عن لقطة بيب غوارديولا ونجم الدولي الجزائر رياض محرز، اين كان يوبخ يعني المدرب الكتالوني نجمنا الجزائري رياض محرز. فحفيظ الدراجي كان عنده تصريح، وخاصه ايضا انه الاعلام الانجليزي ركز بشكل كبير جدا على تلك اللقطات وتلك يعني اللقطه التي شعلت مواقع التواصل الاجتماعي واشعلتها، وايضا انتشرت كالبرق في مواقع التواصل الاجتماعي، والاعلام الانجليزي كتب تقارير حول ذلك الصراخ من بيب غوارديولا على نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز. ومن ناحيه اخرى، الجماهير الانجليزيه كانت غاضبه بما فعله بيب غوارديولا مع لاعبه رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي. فتصريح حفيظ الدراجي صرح قائلا: ما فعله بيب غوارديولا مع رياض محرز وجاك جريليتش البارحه ليس جديدا، يعني بيب غوارديولا متعود يعمل مثل هذه الامور. وصرح قائلا يعني: ولكن يبقى هذا مبالغ فيه على هذا المستوى، حتى ولو كان بسبب عدم تنفيذهم لبعض التعليمات الدفاعيه عند تضييع الكره كما قال، مما كلف الفريق تلقيه 3 اهداف. يعني قال لأنه يبقى ذلك مبالغ فيه، يعني بيب غوارديولا بالغ بشكل كبير جدا بتلك التصرفات مع رياض محرز وايضا جاك جريليتش. وقائلا في نفس السياق: غوارديولا مدرب يهتم كثيرا بالتفاصيل، ومحرز لاعب ملتزم وخلوق يعرف بان الجزئيات تصنع الفارق في المستوى العالي، لذلك يجب التركيز عليها. ولكن اعزائي الكرام، قال بانه مبالغ فيه، تلك اللقطات مبالغ فيها، وهي احد يعني الصفحات في يعني انجلترا المشهوره بشكل كبير جدا مانشستر ايفنينج نيوز، يعني شاركت معنا تصريحات الجماهير وقائلين بلي انه الجماهير كانت تقول بلي انه كان هذا قليل احترام، يعني بيب غوارديولا قلل من احترام رياض محرز بتلك اللقطه وذلك الصراخ عليه وفي وجهه امام الجميع. وكما تشاهدون هنا ايضا شاركت معنا رده فعل الجماهير الانجليزيه، اين كانت غاضبه من نفس الشيء اعزائي الكرام، ذلك الغضب الذي كان بيب غوارديولا اخرجه في رياض محرز في ذلك اللقاء. على العموم، قولوا لنا رايكم في صندوق التعليقات، يعني ما رايكم في تعليق حفيظ الدراجي حول هذا الموضوع. ننتقل الان الى الخبر الموالي الذي يتعلق بالاعلام الفرنسي كيف رد على بيب غوارديولا بطريقته الخاصه. طبعا اعزائي الكرام، يعني بعض المنصات التي تشارك معنا ارقام اللاعبين وتلقيطاتهم بعد المباراه مباشره، كاين بعض يعني المواقع وبعض المنصات اعطت لرياض محرز تلقيط فوق المتوسط، وبعض يعني المنصات الاخرى اعطته اسوء لاعب في المباراه. ولكن حسب ليكيب الفرنسيه، نتكلموا عن الاعلام الفرنسي اعزائي الكرام، اعطاه يعني 7 من ضمن 10، يعني 7 من ضمن 10 يعتبر هو رجل المباراه، وايضا هو عنده نفس التنقيط مثله مثل جاك جريليتش كما تشاهدون. صراحه انا تفاجات صراحه، لانه كان بعض اللاعبين يقدموا مستويات كبيره اكبر من رياض محرز وما تحصلوش على تنقيط 7. كما تشاهدون ايدرسون عطاولو 4، بينما ايضا كان سيلو دياز اكي وزينتشينكو 5 5 4 3، بينما خط الوسط كل من سيلفا رودري ودي بروين عطاولو 6، وايضا توريس عطاولو 4، بينما ايضا محرز 7 جاك جريليتش 7. فكان هذا رد قوي من الاعلام الفرنسي على المدرب الكتالوني بيب غوارديولا في ذلك اللقاء. رياض محرز من افضل اللاعبين حسب ليكيب الفرنسيه ضد بيب غوارديولا. فقولوا لنا رايكم اعزائي الكرام حول هذا الموضوع ايضا اذا تشرفتم في صندوق التعليقات. وننتقل الان الى الخبر المفاجئ واللي فاجئني بشكل كبير جدا، هو انه الاتحاد الجزائري لكره القدم يعني عمل اجتماع وايضا يعني شارك معنا بيان رسمي لاستنتاجات التي تطرق اليها الاتحاد الجزائري لكره القدم. ف يعني راح نشارك معاكم ماذا صرحوا، وراح نشارك معاكم كيف غيروا ذلك الكلام بشكل مفاجئ، لانه تقرير مفاجئ صراحه. حيث الاتحادية الجزائرية صرحت لنا قائلة: كان اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد بعد جولتين من التصفيات لكأس العالم سنة 2022 فرصة للأعضاء الحاضرين يعني لتبقي من الاجتماع لاقتراح الدعم للكوتش جمال بلماضي. وصرح قائلين: أعضاء الاتحاد يكررون دعمهم الثابت لجمال بلماضي ويندّدون بشدة أي هجوم من شأنه أن يضر باستقرار المنتخب الوطني الجزائري المنخرط في المواعيد النهائية المهمة، بما في ذلك الدفاع عن لقبه القاري والتأهل للمونديال قطر سنة 2022. كان هذا هو البيان الذي أصدر بعد ذلك الاجتماع مباشرة. يعني أعضاء كما نقول أعزائي الكرام الحاضرين في ذلك الاجتماع قدموا كل الدعم للكوتش جمال بلماضي بشكل رسمي، وأيضا ينددون
اي ضرر راح يلحق بالمنتخب الوطني الجزائري راح يوقفوا له بالمرصاد ويقدمون كل الدعم للكوتش جمال بالماضي. يعني هنا تفرح كي تشوف هذا البيان، لانه في الفتره الماضيه اعزائي الكرام رانا نشوفوا البعض يهاجم الكوتش جمال بالماضي بطريقه غير اخلاقيه، بطريقه غير جيده وبدون اي سبب صراحه، والكل ينتقد الكوتش جمال بالماضي ويحاول ان يطرده من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني الجزائري. فانا عجبني هذا التصريح من الاتحاد الجزائري لكره القدم، ولكن بعدها بدقائق حدث العكس. ماذا قائلين اعزائي الكرام؟ قائلين جدد اعضاء المكتب الفيدرالي دعمهم المطلق للناخب الوطني جمال بالماضي، كما استنكر اعضاء المكتب الفيدرالي كل المحاولات التي تهدف الى زعزعه استقرار المنتخب الوطني الجزائري المقبل في خوض تحديات ابرزها الدفاع عن اللقب الافريقي والتاهل الى مونديال قطر سنه 2022. انا بالنسبه لي هذا اراء الكرام يعني تناقض. في البيان الاول قالوا حاجه والبيان الثاني قالوا حاجه. البيان الاول قدموا الدعم للكوتش جمال الماضي وايضا ينددون لكل ما يضر بالمنتخب الوطني الجزائري والكوتش جمال الماضي، من بعدها عملوا تغيير لذلك المقال وقائلين باللي انه يستنكرون اي تهديد يعني للمنتخب الوطني الجزائري وللكوتش جمال الماضي، ولكن يقدمون له الدعم في نفس الوقت. انا ما فهمت اعزائي الكرام هذه النقطه. اذا انتم يعني عندكم اي استفسار او اي تعليق اكتبوه لنا في صندوق التعليقات رجاء، لانه كان بالنسبه لي بيان غريب وعاجل ولكن يعني فيه العديد من الغموض. نتمنى توضيحات في قادم مواعيد ان شاء الله. بينما الان نشارك معكم الموعد الرسمي لفتح الملاعب الجزائريه وايضا التحاق الجماهير يعني بالملاعب من اجل تشجيع فرقهم وايضا اعزائي الكرام، ولكن بشروط. الشروط هي يعني يجب على المشجعين والمتفرجين ان يكونوا ملقحين ضد فيروس كورونا، يعني اذا راك ملقح قادر يعني تشاهد المباراه من الملعب وذلك بشكل عادي. وطبعا ذكرت وزاره الشباب والرياضه بقرارها السابق بخصوص تواجد الانصار من دعمه في الملاعب والمنشات الرياضيه في الفتره القادمه، وربطت ذلك باظهار الجواز الصحي. يعني واوضحت وصايب لان الابواب ستفتح في وجه المشجعين بدايه من شهر اكتوبر القادم بشرط ان يكونوا قد تلقحوا وقد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا. هذا هو الشرط الوحيد اعزائي الكرام. فيعني قولوا لنا رايكم، واش راكم متحمسين لعوده الملاعب ام لا؟ اما الان نشارك معكم هجوم معاكس من طرف الجماهير لبيب غوارديولا. فكما يعلم الجميع بعض الجماهير الجزائريه كانت غاضبه وحتى الانجليزيه كانت غاضبه بما فعله بيب غوارديولا مع نجم الدول الجزائري رياض محرز يعني في مباراه لايبزيغ. وبطبيعه الحال بيب غوارديولا تلقى هجوم معاكس بطبيعه الحال بعد ذلك الحدث وتلك اللقطه التي اشعلت الحدث في الفتره الاخيره. لانه كشف كيفن باركر الامين العام للمنظمه الرسميه للمشجعين لنادي مانشستر سيتي عن شعوره بالصدمه من تصريحات المدرب بيب غوارديولا الاخيره، حيث صرح قائلا ذلك كيفن باركر انه لا يتفهم الصعوبات التي يواجهها بعض الاشخاص في الوصول الى الملعب والاتحاد الى ملعب الاتحاد مساء اليوم الاربعاء في الساعه 8، وقائلا ضد بيب غوارديولا يجب ان يفكر في الاطفال ايضا قد لا تكون لديهم القدره يعني على تحمل تكاليف المباراه بالاضافه الى المشاكل الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا، قائلا لا أرى أي سبب لتعليقه عن هذا الأمر. بالتأكيد هو المدرب الأفضل في العالم، ولكن يجب عليه التركيز على التدريب فقط بهذه الطريقة. بالطبع نريد أن يكون الملعب ممتلئا بشكل مستمر، وكان ذلك هو الحال عندما لعبنا مباراتين على أرضنا يوم السبت بالدوري، ولذلك لا أرى أي ضرورة للتشكيك في ولاء الجماهير والمشجعين. فبيب غوارديولا كان يطالب يعني بهجيو لاعب مشجعين نادي مانشستر سيتي بكثرة امام نادي ساوثهامبتون من اجل تشجيع نادي مانشستر سيتي، ولكن الجماهير استقبلته بهجوم معاكس ويعني قالت له انت فقط ركز على التدريب ما تركزش فينا، احنا راح نجيو نشجعوا النادي المفضل لنا، وكاين بعض يعني ما يقدرش يجي يشاهد المباراة للعديد من الاسباب مثل ما اكد كيفن باركر الرئيس العام للرابطات لنادي مانشستر سيتي. فبيب غوارديولا بعد ذلك الحدث الذي دار بينه وبين رياض محرز تلقى هجوم معاكس من الجماهير وحتى من الرئيس العام للروابط. فما رايكم اعزائي الكرام حول هذه المواضيع؟ اتمنى ان هذا الفيديو قد نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.